السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بتسمع أمنية الشامي، وده برنامج محب الله ورسوله. قصة اليوم هي قصة لمعركة بين الحق والباطل، المعركة الأبدية بين الخير والشر. الجميع يعرف موسى عليه السلام، والجميع أيضا يعرف قارون، هذا الملك الذي آتاه الله ملكا عظيما. فقد أعطاه الله عز وجل القدرة على تحويل التراب إلى ذهب، فلك أن تتخيل ما وصل إليه من ثراء فاحش. وكان قارون هذا لا يخرج من قصره كثيرا، كان لا يخرج إلا في يوم عيد أو يوم مناسبة عظيمة، وكان عندما يخرج يتزين ويتجمل، يلبس أفخم الملابس. وفي يوم من الأيام خرج في يوم الزينة، يوم العيد، والناس ينظرون إليه، ينظرون إلى ثيابه، إلى ذهبه، إلى تاجه، إلى حراسه. ولكن قارون ينظر لمن؟ قارون ينظر لسيدنا موسى عليه السلام، ينظر لموسى عليه السلام، فيجد من يلتف حول موسى عليه السلام أكثر بكثير ممن يلتفون حوله. فتعجب قارون، كيف الناس يلتفون حول موسى الفقير المسكين الذي لا يملك شيئا على الإطلاق، وهو قارون الغني الثري الذي يحول التراب إلى ذهب، العالم في الكيمياء لا يلتف حوله إلا عدد قليل. فدخل الحسد والحقد قلب قارون، فذهب إلى امرأة من البغايا، فجاء بها قارون وقال لها، ماذا لو أعطيتك مالا كثيرا؟ أعطيك أموال وذهب وفضة. فقالت له، وماذا تريد مني؟ تسأله، وما المقابل؟ قال لها، أن تتكلمي بموسى وتتهميه أنه زنى بك. هذا موسى الذي يدعي النبوة ويدعي الصلاح، أريدك أن تتهميه بالزنا. فيغريها قارون بالذهب والفضة والأموال، والمرأة أصلا ضعيفة، فهي بغية من البغايا. فذهبت المرأة وموسى عليه السلام، يجتمع حوله الناس ويعز الناس ويذكرهم بالله عز وجل. وفجأة جاءت المرأة وموسى عليه السلام يخطب في الناس وصرخت، فالتفت لها الناس جميعا، والتفت لها موسى عليه السلام، فإذا بالمرأة تصرخ وتستغيث وتقول، أيها الناس، هذا الذي ينصحكم ويعزكم ويدعي بأنه رجل صالح، هذا موسى قد زنى بي. فكثر الحديث بين الناس، وإذا بالناس ينظرون إلى موسى عليه السلام. صعب جدا على أي امرأة أن تقول مثل هذا الكلام عبث. من المؤكد أن هناك شيء وراء هذا الكلام، أكيد يوجد بينها وبين موسى شيء. وكثر الحديث في المدينة، وتعجب موسى عليه السلام مما تدعيه هذه المرأة، ويقول لها، أنا فعلت ذلك، أنا. وهي تقول له، نعم أنت فعلت، أتنكر يا موسى؟ أتنكر أنك أتيت وفعلت وفعلت؟ فيضيق صدر موسى عليه السلام ويغتم. والآن قارون يعيش في أجمل وأسعد لحظات حياته، يا لها من مؤامرة. فما يصنع موسى عليه السلام؟ قام موسى وصلى ركعتين، فلما صلى ركعتين دعا الله عز وجل ورفع يديه إلى السماء يدعو الله أن يظهر الحقيقة. ثم جاء إلى المرأة البغية، قال لها، استحلفت بالذي فلق البحر لي، أأنا فعلت معك كذا وكذا؟ هنا خافت المرأة، نعم هي امرأة بغية، ولكنها تعلم أنه موسى عليه السلام هو نبي الله. قال، استحلفك بالله، استحلفك بالذي فلق البحر لي وأنزل التوراة. وأخذ يذكرها بالله عز وجل ويذكر لها من صفات الله، أنا فعلت معك كذا وكذا. والناس ينظرون، فترتعد المرأة وتهاب الموقف، وإذا بالمرأة تبكي وتنهار وتقول،
لا والله ما مسستني ولا مسستك. فقال لها موسى: ما الذي دعاك لفعل هذا؟ قالت: قارون حملني على أن أفعل بك هذا، وأغراني بالمال والذهب والفضة. وأخذت المرأة تبكي وطلبت من موسى عليه السلام أن يستغفر لها الله عز وجل، فسامحها موسى عليه السلام واستغفر لها الله عز وجل. الآن انكشفت المؤامرة، والناس جميعا علمت أن قارون أصبح يكيد المكائد لموسى عليه السلام. فخرج موسى عليه السلام وخرج قارون في يوم الزينة والناس ينظرون، وقال موسى لقارون: ما حملك على فعل ذلك؟ فقال له قارون: وجدت الناس يلتفتون إليك ولا يلتفتون إلي. فقال له موسى عليه السلام: إذا نخرج أمام الناس. موسى عليه السلام مثلما تحدى فرعون أمام الناس، الآن يطلب من قارون المواجهة أيضا أمام الناس. وأخذ موسى عليه السلام يدعو الله عز وجل، وقارون ذهب ليتزين ويظهر بمنظر لم يظهر به أحد من قبل من الملوك والجبابرة. لبس أجمل الثياب، أفخم القطع الذهبية، أفخم التيجان، وخرج موسى عليه السلام وخرج قارون في زينته والناس مجتمعون. الآن يوم التحدي، فلما رأى الناس قارون بهذه الهيئة وهذه الزينة وهذا الملك وهذا الموكب، فضعاف الإيمان لما رأوا ذلك المنظر قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. ولكن أهل الإيمان من أتباع موسى عليه السلام قالوا: ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. الآن قارون يظهر كل ملكه وكل كنوزه وكل عظمته ليتحدى موسى عليه السلام. فقارون قال لموسى: أنا أدعو أولا. وأخذ يدعو على موسى عليه السلام فلم يجاب له، لم يستجيب الله عز وجل له، فتركه موسى يدعو ويدعو. والآن جاء دور موسى عليه السلام أن يدعو على قارون. فقال موسى عليه السلام: اللهم مر الأرض فلتطيعني اليوم، يا رب اجعل الأرض اليوم تحت طاعتي. فأوحى الله عز وجل إليه: أني قد فعلت، الأرض اليوم لك يا موسى. فقال موسى: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى أقدامهم. ثم قال موسى عليه السلام: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهم. ثم قال موسى عليه السلام: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى مناكبهم. ثم قال: أقبلي بكنوزهم وأموالهم. فجاءت لموسى عليه السلام كل كنوز قارون وأمواله وذهبه وقصوره وجنوده وحاشيته. فأشار موسى عليه السلام بيده فقال: اذهبوا إلى الأرض السابعة. فاستوت بهم الأرض، يقول الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. الأرض ابتلعت قارون وجنوده وقصوره وذهبه، كل شيء ذهب، والناس ينظرون وينبهرون بدعاء موسى عليه السلام. فهي ليست المرة الأولى ولا المرة الأخيرة التي ينصر الله عز وجل فيها عباده الصالحين. فدائما ما ينتصر الحق على الباطل، هذه هي سنة الله في الكون. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.